الفقرة دي هنتكلم براحتنا بقى عن الدوريات المختلفة، وأكيد الدوري الإنجليزي ومباراة أمس العالمية أو التاريخية، ومحمد صلاح وكريستيانو رونالدو والمديرين الفنيين وكل حاجة تتخيلوها حضراتكم. بس خلونا نرحب في البداية بالأستاذ أيمن جلبرتو، يعني اللي بينورنا دايما وبجد بنستفيد حقيقي من تحليلاتك كمان مختلفة. صباح الفل. صباح الفل، والشرف ليا طبعا دايما التواجد معاكم هنا في قناة النادي الأهلي. احنا متشرفين وسعداء كالعادة بوجودك معانا. وخلينا نقول السؤال الأول، ايه اللي مو صلاح بيعمله ده يا برنس؟ هو ايه اللي هو ما عملوش؟ آه خلاص دلوقتي محمد صلاح تقريبا، عارف بنقول له ايه، هو بقى اول واحد يعمل اي يعني اي حاجه. اه يعني صحيح. خلاص الارقام نفسها هو الحمد لله تقريبا كسرها كلها، ودلوقتي هو بيبقى اللي هو ايه، محمد صلاح اول لاعب يسجل هاتريك في اولد ترافورد مع ليفربول، اول لاعب يوصل ل 10 مباريات متتاليه في مسابقات مختلفه مع ليفربول ان هو بيسجل طبعا. النهارده هو الهداف افريقيا الاول في البريمير ليج، يعني لما تحطم رقم الاسطوره زي دي دروجبا ده مش حاجه سهله طبعا. في الدوري الانجليزي يعني يمكن الوحيد اللي قريب منه ساديو ماني زميله، الفرق 7 اهداف، لكن يعني هيبقى صعب يعني لو هم مشوا بنفس المعدل هيبقى صعب ان ساديو ماني في المستقبل حتى ان هو يعني يكسر رقم صلاح كهداف افريقيا الاول في البريمير ليج. كل حاجه محمد صلاح تقريبا امبارح عملها في الماتش، عمل اسيست، جاب هاتريك، فريقه كسب 5-0، موجود في صراع الصداره يعني قريب من تشيلسي، ويعني هو ومان سيتي الثلاثه هم دلوقتي اللي في صراع بالظبط في البريمير ليج. فمحمد صلاح الصراحه هو فعلا الحاجه الوحيده اللي ناقصه ان احنا نشوفه هو يا اما بالبالون دور يا اما بذا بيست، حاجه اللي هي افضل لاعب في العالم هو اكيد يعني يستحقها. لو ما خدهاش نصيبه ما كانش موجود فيها السنه دي لاي ظروف تتعلق به، ان في لعيبه تانية خدت بطولات وليها كريدت في نهايه الموسم الماضي عن محمد صلاح، فاكيد لازم الارقام دي مع كاس الامم لازم المنتخب ان شاء الله يعمل حاجه تساعد صلاح ان هو يعني في المسيره دي ان هي تبقى تضاف ليه ان هو في لقب دولي، مع لو ان شاء الله المنتخب قدر يصعد لكاس العالم كل دي ممكن بقى عوامل تخلي ان في 2022 يبقى الموضوع محسوم، الا بقى لو بنتكلم في تدخلات الميديا الاخرى في العالم او حسابات اخرى هي دي يعني اللي ممكن يعني تبعده شويه يعني. كلام محترم. وكمان هاتريك بتتكلم من 2003 على ضد مانشستر يونايتد لحد 2021، 18 سنه واخرهم كان رونالدو البرازيلي طبعا. هو اللي محقق ده لما كان مع ريال مدريد، فانت بتتكلم في حاجه برضو يعني بتكسر ارقام انت حتى بعد سنين طويله يعني حاجه. الصراع اصلا التاريخي ما بين ليفربول ومانشستر يونايتد بيدي اهميه للهاتريك، يعني الهاتريك ده نفسه بتسجل في اولد ترافورد واللي هو الملعب اللي كان مع بدايه وجود صلاح في ليفربول كان بيتقال انه ملعب صعب على صلاح، او مانشستر يونايتد هو الفريق الاصعب اللي صلاح مش قادر يسجل فيه صحيح. لحد ما الاسيست الشهير بتاع اليسون لمحمد صلاح اللي جاب بيه هدف وفتحت الدنيا. النهارده صلاح تقريبا وصل ل7 اهداف في مانشستر يونايتد في مختلف البطولات، بيسجل هاتريك في اولد ترافورد للمره الثالثه، بيسجل في اولد ترافورد الملعب اللي هو مسرح الاحلام اللي بنقول عليه. فلا يعني صلاح زي ما قلنا هو بيجدد الدوافع لنفسه، وازاي انا السنه دي دايما اهدافه هتلاقي فيها حاجه ممتعه طبعًا. يعني هو دايما صلاح معتادين عليه ان الراجل في الوينج بيخطف بسرعه وبياخد الانفراد بيحط الكوره بشكل معين او تسديدات معينه من خير، لا السنه دي هو نفسه عامل ده لم فرق يعني كتايب الدفاع في فرق بالظبط يعني مانشستر سيتي وفي ماتش واتفورد وفي اتلتيكو مدريد، يعني حتى اتلتيكو مدريد حاولوا يدوروا ان ميلنر هو اللي يتسجله، لكن لا في الاخر كان لازم يتسجل الهدف باسم صلاح. فهو يعني فكره ان هو بيجدد دوافع على نفسه، والسنه دي حتى صلاح مرتاح نفسيا، تلاقي حتى تصريحاته بيتكلم بقى رجع بيتكلم كتير في الميديا هناك، وده حاجه على فكره كويسه ان هو يظهر بعد كل الماتشات لما مان اوف ذا ماتش بيطلع بتصريحات كلها كويسه. لسه عامل تصريح لشبكه اوروبيه وشبكه عربيه، هو حقيقه جاذب لكل وسائل الاعلام ملوش حل، ومع كل انجاز جديد ومع كل رقم قياسي بيحطمه اكيد انظار العالم وبطبيعه الحال وسائل يعني التواصل الاجتماعي والصحافه الرياضيه كلها بتروح عليه. امبارح في ناس شافوا انه يورجن كلوب كان الى حد ما رحيم في الشوط الثاني، ان الشوط الاول اتسجلت 4 اهداف والشوط الثاني هدف واحد، في ناس قال لك ده كان ممكن يجيبوا اكتر من كده كمان. يعني هي بتبقى عارف حاله كده ساعات ان ممكن هم اكتفوا
هو حلو كفايه نريح حلو يعني الماتش 5-0 والامور ماشيه. بعض الماتشات قالت لك اذلال لمان يونايتد. النتيجه كارثيه يعني صراحه اتقالت. يعني مانشستر يونايتد اتغلب قبل كده 6-1 من مانشستر سيتي في نفس، بس يعني النتائج اللي زي دي بتبقى صعبه. وكمان انا بقول يعني في صراع اصلا استثنائي ما بين ليفربول ومانشستر يونايتد، يعني صراع طبعا تاريخي من ساعه يعني سيبك من صراع تاريخي احنا عايزين بقى رؤيتك انت الوان تو وان الله يفتح عليك. لا الوان تو وان رونالدو ونظراته وحركاته وماتشه امبارح ثاني هيرجع انه يعمل عمل لمحمد صلاح الفتره الجايه. يعني هو امبارح صلاح خد الشو منه في الملعب طبعا. هاتريك واسيست واداء واخد الكوره من الملعب يعني كل حاجه امبارح صلاح. كنت بتابع بقى رياكشنات امبارح كريستيانو، كان واضح ان هو يعني فاقد السيطره اللي هو ايه، يعني هو متنرفز. ليه؟ لان فرقته مش مساعداه. اللعب بتاعه بان عليه اصلا. هو المفروض ان في هذا الوقت كريستيانو يعني الناس حواليه هو الراجل بيخلص لهم. كريستيانو دلوقتي في المرحله بتاعت انا الفينشر بتاعكم، انا اللي في الملعب، انتوا يعني انا اللي بخلص لكم كل حاجه. فالنهارده لقى فرقته عاجزه ان هي تعمل اي حاجه، و3-0 في دقائق يعني ورا بعض 3-0. فطبيعي جدا هو يلاقي نفسه اتنرفز في كوره لما اتخانق مع اللعيبه في ليفربول في الشوط الثاني. هو حتى الامور كانت صعبه، فاكيد هو وكمان اللي هو عليه عيب ان هو مانشستر بقاله فتره واقع، فهو عايز يبقى هو سبب في ان مانشستر تعود تاني لفكره الالقاب سواء اوروبيا او محليا. هو كان متوقع كده اصلا بعد ما جه. بس ما هي المشكله مش في كريستيانو خالص، يعني هي المشكله في الاداره الفنيه، وهنا دي نقطه لازم الناس تركز دايما فيها. بتتكلم عن سولشاير يعني تحديدا. بالظبط، المدرب ده جزء مهم في الكوره. اكيد الناس فاكر زمان كان يقول لك ده اي حد يجي يدرب الاهلي الفرقه اللي مع مانويل جوزيه دي هياخد بيهم بطوله. هو بيحاول يقلل من الدور اللي بيعمله مانويل جوزيه لانه بيكره مانويل جوزيه. لكن النهارده مانشستر يونايتد، هل مانشستر يونايتد فريق ما فيهوش نجوم؟ لا، في نجوم، افضل نجوم العالم يعني من افضل لعيبه العالم برواتب خياليه. صحيح. يعني فالنهارده ان المدرب مش قادر يسيطر فنيا على المجموعه دي، ومش قادر في الثلاث سنين اللي فاتوا ياخد معاهم بطوله كبيره، فده وارد صعب. وارد يمشي زي ما كومن هو كمان وارد يمشي؟ وارد يمشي، بس واضح ان مانشستر يونايتد الاداره هي خلي بالك ان فكره برضه في اوروبا بيحاولوا ان هم يقللوا المشاكل بتاعت الشروط الجزائيه والعقود، لان الانفاق كبير جدا. ومانشستر يونايتد تحديدا في السنين اللي فاتت غير عدد كبير من المدربين، يمكن اشهر طبعا تغييره كانت بتاعت فان جال. الراجل كان قاعد في بيتهم فتره طويله وقال لك انا مش هدرب لحد ما استكفي من الراتب اللي انا لسه باخده من مانشستر يونايتد. فهم اقالوا مدربين كتيره، فاكيد ده عبء عليهم. فما يعني اعتقد ان هم مستنيين كارثه ثانيه، يعني هم اكيد مستنيين كارثه ثانيه اكتر من اللي حصل امبارح. بالظبط، الكومن الدنيا برده مختلفه، لان برشلونه عندهم ازمه كبيره في كنادي، يعني النادي نفسه عايش في ازمه. فان هو يقيل كومان، حتى المدرب اللي هيجي بعد كومان، هي المشكله نفسها في النادي، النادي نفسه عايش مشكله. ده كومان اتضرب امبارح من الجمهور. جماهير صبت. هيحصل ايه تاني؟ الاداره ممكن يعني ممكن الضغط الجماهيري يخلي زي في فتره، اعتقد انا مش متذكر يعني مش متذكر قوي اسم المدرب، ولكن في السعوديه كان بيلعبوا السوبر الاسباني بالنظام الجديد في السعوديه. الجمهور السعودي هو المحب لبرشلونه كان السبب ان هو يمشي. انا مش قادر بس الاسم بتاعي، بس كان قريب. رغم ان كان في اسبانيا الناس بتنتقد المدرب وبرشلونه نتائجه وحشه، ولكن لما راح السعوديه ولعب المباراه بتاعت السوبر الاسباني وخسر وكان الشكل مش كويس، الجمهور هناك بقى لانه زام عليه بزياده طبعا. فالموضوع اتضح ليه انه دي حاجه عالميه فمشوه. فممكن كومان يعني يستنوا عليه شويه ويمشوه، لان برشلونه اصلا عنده مشاكل اكبر بكتير من هي مشكله مدرب. هي مشكله في هويه النادي، لازم يستعيدوا هويتهم مره ثانيه عشان خاطر يستعيدوا الفترة الذهبية اللي كانوا عايشينها. صحيح. طيب لو رحت لليفربول تاني ومحمد صلاح، وبنتكلم العقد مع ليفربول المفروض هينتهي 2023، ولسه في حديث ومطالب، يعني امبارح كانت بالذات تحديدا يعني وهاشتاجز اللي هو جدد لصلاح بالراتب، ارفع بقى سقف حتى الرواتب باللي صلاح يؤمر بيه. فبرضو عايزين نتكلم عن النقطة دي. طبعا هو ده الملف الأكبر دلوقتي في ليفربول. مفيش ماتش بيعدي إلا وكلوب بيتسأل صلاح هيجدد له ولا لا صلاح. فلدرجه انه فتره يعني هو قال لهم اوف ما عنديش اجابه، يعني انا ما اعرفش، ده مش موضوعي. فاخر تصريح ليه هو قال انا عارف كل الموقف بالكامل، وعارف ان صلاح عايز يكمل معانا وعايز يعتزل بالظبط، ولكن هي الفكره كلها فعلا في توفير الراتب. صلاح
اكيد هو دلوقتي طموحه ان هو يوصل ان هو يبقى من اعلى الرواتب في البريمير ليج في مانشستر زي ما قلنا. يعني كريستيانو رونالدو يعتبر اعلى. هو مش حاصل لغايه دلوقتي؟ لا هو حتى هو يعتبر حاليا هو مش اعلى حتى راتب في ليفربول، اعتقد فان دايك بيسبقه. فهو اعتقد عايز يقرب من على الاقل يقرب لكريستيانو رونالدو. طبعا المبالغ اللي اتطرحت في الاعلام انه 500,000 استرليني شهريا او اسبوعيا، ده طبعا اكيد يعني الامور هتبقى يعني اكيد هيقلص مفاوضات أو في مفاوضات، ولكن ليفربول ما اعتقدش ان عنده اي خيار غير انه يجدد لصلاح، لان لو هيفقد صلاح ومش هيعرف يجيب لاعب بحجم صلاح طبعاً. الا بمبالغ كبيره، فاكيد الاستثمار في صلاح افضل لليفربول من انه يستنى ان صلاح يمشي ويدور على لاعب تاني. جميل. طيب تعالى بقى نلف لفه كده على الماتشات الحلوه بتاعه امبارح في الدوريات المختلفه. تحب نبتدي من فين؟ كلاسيكو. يلا. هو طبعا الكلاسيكو امبارح الناس اكيد الشغف بالكلاسيكو قل بشكل كبير عن السنين ال10 و15 سنه اللي فاتت بوجود كريستيانو وميسي، وكمان مش كانش بس كريستيانو وميسي في برشلونه وريال مدريد، كان ريال مدريد فيه كل سنه تلاقي عندك اوزيل، دي ماريا، في راموس، في فتره بقى قبل كده لما كان في زيدان ورونالدو، وفي برشلونه الفتره بتاعت نيمار وميسي وسواريز وجريزمان، في انيستا وتشافي، يعني كان اصلا الكلاسيكو نفسه حاجه رهيبه الناس كلها بتستناه. سمينه كلاسيكو الارض. الارض يعني فعلا طبعا. الناس كانت في اي وقت الكلاسيكو هتلعب الناس قاعده مستنيه في كل بس بقى باهت بقى سنه ورا سنه الدنيا قلت لحد ما كريستيانو مشي، فلسه ميسي هو اللي شايل الدنيا. كمان دلوقتي في غياب ميسي مع اداء برشلونه الكارثي مع ان ريال مدريد نفسه مش في افضل حال ممكن، فلا الكلاسيكو قل كتير كمتابعه بالنسبه اللي هو ايه الشغف بتاعه، ولكن يبقى كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونه. يعني ريال مدريد سيطر كنتيجه على الامور، بنتكلم ده رابع كلاسيكو على التوالي ريال مدريد يقدر يحسمه، ده اول فوز لانشيلوتي في ملعب كامب نو. برشلونه حاول ولكن ده اخر برشلونه، يعني هو ريال مدريد حتى بالمرتدات قدر ان هو يخلص الامور رغم ان كان ممكن كمان ريال مدريد يخلص باكتر من كده، ولكن زي ما قلنا امكانيات الفرقتين دلوقتي بتخلي ده الشكل الافضل شكل ممكن نشوفه للكلاسيكو. برشلونه وضعه في الدوري صعب، اكيد يقدر يعني مع توالي المباريات يتجاوز هذا الامر. ريال مدريد عنده فرصه ان هو لازم يرجع يبعد بالليجا تاني عن ويعني يوسع الجاب اللي برشلونه قدر يقربها في اخر 15 سنه، ولكن دي هتتوقف على ريال مدريد نفسه واداره النادي فلورنتينو بيريز هيعملوا ايه. ده اللي هنشوفه بقى، يعني ما اعتقدش برده الموسم ده، اعتقد من بدايه من الميركاتو الجاي هنشوف فكر بيريز ايه لشكل ريال مدريد عموما. يعني طب ممكن نروح لدوري الابطال شويه واسالك عن تحديدا البايرن، وبرده لو هنروح لباريس سان جيرمان الخطوات لحد دلوقتي بتشوفها ازاي؟ يعني في الشامبيونز ليج باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ ماشيين كويس، يعني طبعا يعني بايرن بياكل زي ما بنقول كده بياكل المنافسين بتوعه الارض واليابس. باريس سان جيرمان برده كنتائج لو كان تعادل مباراه كسب مباراتين منهم مان سيتي فهو ماشيين بشكل جيد. يمكن باريس في الدوري رغم ان هو متصدر لكن الناس حاسه ان مش ده المستوى بتاع الفريق بالظبط بحجم هذه النجوم، لكن بايرن اعتقد سواء في الدوري او في الشامبيونز ليج يعني بايرن لسه قدامه شويه على ما نلاقي حد يقدر يقف في البوندز ليجا، لكن في الشامبيونز ليج ليفربول يقدر يجاري بايرن جرى قبل كده، مانشستر سيتي يقدر، باريس سان جيرمان نفسهم يقدروا، يعني الامور بتبقى حسب الحاله نفسها في الوقت. يعني انت قلت على باريس سان جيرمان يعني مش الاداء المتوقع من الناس كلها بعد الاسامي الضخمه دي، على فكره دي عايزه او ده لغز محتاج يتشرح، لان فعلا ناس كتيره جدا كانت متوقعة حاجه تانية. انا بتكلم عن اداء عام مش يعني في دوري الابطال تحديدا، باريس سان جيرمان ماله يعني مش ده اللي احنا كنا متوقعينه اطلاقا. هل فكره وجود اكثر من نجم بشكل كبير يعني له تاريخ كبير كمان اصبح شيء مضر اكتر ما هو نافع؟ يعني ساعات الحاجات دي ساعات بتبقى مضره وساعات يعني الطبيعي تبقى مفيده، لكن هي ساعات بتبقى مضره لو النهارده المدرب مثلا مش على قدر الامكانيات يعني او اللعيبه ممكن تكون حاسه ان المدرب اقل شويه من ان هو يبقى موجود مع الفريق، زائد ان كل لاعب في الفريق ده حاصل مع ميسي شويه يعني ده كل لعيب، يعني النهارده ميسي عنده تطلعاته، نيمار عنده تطلعاته، مبابي عنده تطلعاته، هم في الملعب بيحاولوا يساعدوا زي ما شفنا لقطه ميسي ومبابي في موضوع ركلات الجزاء اللي كانت في ماتش دوري الابطال، وده
بيسيب ده يشوط وبعد كده ميسي يسيب امبابي يشوط رغم ان كان ميسي ممكن يجيب اول هاتريك ليه مع باريس سان جيرمان. ولكن الواضح ان باريس سان جيرمان محتاج ممكن يكون محتاج مدرب اقوى شويه من الموجود حاليا بحيث ان الشكل يبقى افضل فنيا ولا شخص يعني شخصيا الاثنين. ما في الكوره دلوقتي لازم كل حاجه تبقى موجوده. ممكن مدرب على فكره يبقى كويس كفنيا وشخصيا ممكن الموسم اللي بعده هو نفسه يكون تعب او مرهق في حاجه بس تقل على حاجه. في حاله باريس سان جيرمان بصفه خاصه اللي محتاجين حد ذو قدرات ويعني ايه عنده شخصيه طاغيه قوي عشان يعرف يسيطر على النجوم دي بالظبط بالظبط ويطلع يخلي في كل واحد فيهم يطلع يعني يطلع افضل ما عنده اللي يبقوا مع بعض للفريق. لان برده مبابي دلوقتي خلاص هو واحد بنتكلم هو بيلعب وكل الناس عارفه ده اخر موسم ليه مع الفريق. نيمار وميسي الفكر النهارده ميسي ازاي حتى الان ميسي ما جابش اي هدف في الدوري الفرنسي فهم متصدرين وهتجرب معاه جامد وبنسبه كبيره هم هيكسبوا يعني الدوري الفرنسي مش هيبقى هيخرج صعب قوي ان هم ما يكسبوش ولكن الناس مستنيه تشوف يعني باريس سان جيرمان حاجه كده اللي هو ايه طيارات في الملعب. ايوه بالظبط كنا بنقول كده والله. بالمناسبه الكلام عن باريس سان جيرمان عايز اسالك على حاجه بره بقى اطار الكلام عن الدوريات. فكره راس المال العربي ودخوله بمنتهى القوة في المعترك الكروي الإنجليزي كمان بصفة خاصة وحصل طبعا مؤخرا زي ما انت عارف الجهاز الصندوق السيادي السعودي لما اشترى نيوكاسل. النوع ده من الأمور بتشوفه ازاي؟ يعني هي كل طبعا بلد أو دوري والظروف فيه يعني مختلفة. في إنجلترا التجربة بتاعت مانشستر سيتي هي تجربة ناجحة يعني ما نقدرش حد يقول ان التجربة العربية في مانشستر سيتي كانت بس مجرد فلوس وخلاص. لا لان مانشستر سيتي كان مختفي لسنين طويله وفجاه دلوقتي مانشستر سيتي هو واحد من اقوى الفرق في العالم. اعتقد نيوكاسل بقى محتاجين نشوف التعامل معاه هيبقى ازاي لان برضه بنتكلم في فريق بعيد. وعشان كده خلي بالك جماهير نيوكاسل بعد ما اعلنوا عن الصفقه دي كل جماهير الانجليزيه لبسوا عقال وجلابيه واحتفلوا وعملوا جو. كجمهور نيوكاسل رغم ان على فكره جمهور نيوكاسل كان ليه سوابق كتيره في العنصريه والهجوم ضد العرب محبوبين دلوقتي ليه لان هو شايف ان ده مصلحته. فالنهارده هنشوف ازاي هل نيوكاسل بقى هنشوف هيبقى مانشستر سيتي جديد ولا ممكن يفضل ان هو فريق عادي في منتصف الجدول مجرد بس ان هي في فلوس موجوده ولكن لا تدار بالشكل الجيد. ولكن انا اعتقد يعني ان نيوكاسل هيبقى يعني على الموسم الجاي ممكن يبقى قوه من القوى الكبرى في البريمير ليج ويعمل مفاجآت لان برضو الناس دي لما بتصرف فلوس الناس بتفتكر ان الناس بتحط فلوسها في الارض. لا مفيش حد بيحط فلوسه في الارض فاكيد دي استثمارات وكله بيبقى عايز يعني هيصرف عشان خاطر بعد كده لازم هيكسب مكاسب سواء كانت فنيه او ماديه. طيب يعني لو هنروح لميلان معلش احنا بنلف يعني مع بعض نتوقع ان هو يركز بقى في الدوري بعد برضو صعوبه موقفه شويه في دوري الابطال يعني انا اعتقد انا من وجهه نظري ان ميلان لازم يبقى كل تركيزه فعلا في الدوري. دوري الابطال صعب السنه دي على ميلان حتى لو تاهل لدور ال 16 يعني الامور هتبقى صعبه كسكواد يعني ميلان بقى له اصلا فتره بعيد عن المعترك الاوروبي وكمان احنا كاهلاويه نحب ان هو يفضل بعيد لحد احنا ما نبعد بموضوع البطولات الدوليه لان ميلان اساس اللقب بتاع الاكثر تتويجا في العالم لما هو حط الشعار النادي الاكثر نجاحا عشان لما ريال مدريد كان هو نادي القرن فقال لك طب احنا النادي الاكثر نجاحا في العالم وحط القاعده اللي الحمد لله الاهلي استفاد منها وعدينا بيها زي عندينا كده اللي هو نادي القرن نفس الفكره نفس الفكره. هو لا ريال مدريد نادي القرن فميلان قال لك احنا النادي الاكثر نجاحا في العالم. طب ليه انتوا الاكثر نجاحا في العالم؟ قال لك لان احنا اكثر نادي تتويجا بالبطولات القاريه وجه الاهلي الحمد لله خد اللقب ده منهم وعدى بيه شويه لحد ما ريال مدريد هو السيطر يعني. فميلان اعتقد ان هو بقاله فتره بعيد عن الدوري الايطالي حتى كمنافسه والناس حتى كان ميلان زي ما قلنا كان في طي النسيان وده اللي بنقوله يعني برشلونه لو ما ادارته ما تدرجتش الامور ممكن تقعد فتره برشلونه زي ميلان كده يختفي وجماهيريته الناس حتى تنسى ان في تبقى سيئه جدا دي بصراحه يعني. فميلان لا الافضل لميلان هو يركز بس في الدوري الايطالي ان هو يرجع تاني بطل للدوري الايطالي يستغل ان يوفنتوس متذبذب واعتقد الموسم ده هيبقى صعب شويه ليوفنتوس. انتر مش مستقر وبرده يعني الامور فيه مش افضل حال مش زي الموسم الماضي او حتى الموسم قبل الماضي. هو نابولي ماشي بشكل جيد ولكن ميلان لو يعني ركزوا بس في الدوري الايطالي ممكن يرجع تاني بطل للكالتشيو. جميل
حلو جدا. تعال نتكلم شويه بقى عن الاهلي ولا ايه رايك؟ يا ريت. طيب سريعا جدا جدا لان فاضل تقريبا دقيقتين، انا هختم معاك بيعني الماتش يوم الاربعاء ان شاء الله وبدايه بقى الدوري والموسم الجديد والاسماعيلي، توقعات كابتن ايمن ايه؟ يعني نظريا وكل حاجه الاسماعيلي ليس في افضل حال وليس هو الاسماعيلي اللي دايما كنا بنتكلم الاهلي والاسماعيلي الكلاسيكو بتاع الكره المصريه. الاهلي مفترض ان في 7 لعيبه داخلين جداد على الفرقه، دول قوه كبيره وتدعيم كبير يضيفوا للمجموعه القويه اللي موجوده. اداء النادي الاهلي مشكلته بس شويه اخطاء دفاعيه كده، لو ركزوا فيها لا الامور المفروض تبقى اسهل، والاهلي يعني محسوم بقى ان الاهلي يقدر ان هو في اول 3 مباريات حتى، يعني طبعا مباراه القمه الزمالك هتبقى ختام قبل الأهلي. توقف نوفمبر يقدر النادي الاهلي ان شاء الله ان هو يعمل نتائج جيده، ونتمنى ان هو قبل توقف نوفمبر يبقى معاه 9 نقاط كامله، وعشان بس دايما النتائج حتى لو مع اداء النتائج لما بيبقى فيها حاجه كده الناس بتبتدي تقلق، فلا الاهلي لازم يبقى ان شاء الله يحقق نتائج اللي هي تخلي الناس مطمنه وبتشتغل بشكل مرتاح ان شاء الله باذن ده، يعني ده يحصل ونشوفه بدايه من يوم الاربعاء. نورتنا بجد يا استاذ ايمن، شكرا ليك، نشوفك على خير باذن الله. هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع عشان نستعرض بقى في فقره السوشيال ميديا حضراتكم ايه الرسائل اللي بعتوها لمحمد صلاح.